تمن نصايح تسعد بيهم ولادك. ما تقارنش بينهم وبين أي حد، حتى لو بينهم وبين بعض. المقارنة هتضايقهم منك وهتفقدهم الثقة في نفسهم. احتفل بمناسباتهم وخليك فاكرها دايما، هيحسوا انهم مهمين بالنسبة لك وانك بتحبهم وبتقدرهم. علمهم بأفعالك، لأن الأولاد بيقلدوا أهاليهم وبيتأثروا بالأفعال أكتر. اتعرف على الناس المهمين في حياتهم، شاركهم اهتماماتهم. خصص وقت ثابت ليهم هم بس كل فترة، يعني مثلا اعزمهم على خروجة مع بعض لوحدكم. مهما غلطوا ما تزعقلهمش وسط الناس، عشان ما ينكسروش وما يحسوش بالإهانة. احترم اختياراتهم ورغباتهم، ده هيزود لهم ثقتهم في نفسهم. ناقشهم دايما واسمع وجهة نظرهم، هيحسوا انك بتقدرهم. اسعد ولادك وخلي حياتك احلى.